مساء الخير. بهالحلقة رح نتابع جولتنا بقطر وتحديدا بالدوحة، هالبلاد اللي احتضنت عدد كبير من اللبنانيين مع عائلاتهم، استقروا وأسسوا مصالح خاصة وشاركوا بعملية البناء والتنمية واستفادوا من الكثير من الفرص اللي توفرت. يتواجد اللبنانيين بكثير من القطاعات الفاعلة بالهندسة، بالمشاريع، بالقطاع السياحي، التجاري، بالطب، بالقطاع التعليمي وأيضا بالإعلام وغيرها. بإطلالة سريعة خلينا نتذكر شوي مضمون حلقتنا الماضية. هلأ رح نتابع ونطل على كثير من القصص المرتبطة بالحضور اللبناني البناء. رح نطل على أشخاص، على قضايا مختلفة تربط ما بين الشعبين والبلدين، وربما هذا ما يميز برنامجنا، أنه بيوثق لها الحضور اللبناني بكل إبداعاته أو حتى تداعياته وكل ما يرتبط فيه من خلال تقارير وريبورتاجات خاصة، وخاصة بس ببرنامجنا بكل تواضع. نعم، الاغتراب ليس نزهة أو ثروات أو نجاحات، الاغتراب قصص ومعاناة وحكايات، وربما تكون حافز لكتار من الشباب اللبناني الساعي للهجرة دون معرفة شو بتخبيله الأيام أو حتى حجم التحديات اللي بتواجهه. ومع هيدا ينتشر اللبنانيين بكل أنحاء الأرض، بيشاركوا ببناء المجتمعات تماما كما فعلوا بقطر، وهو ما سنعرف المزيد عنه بهالحلقة. لم يحلم أحمد الشيخة، كبير المغتربين وأقدمهم بقطر، المهندس اللي غادر لبنان باكراً، سوى بوطن بلا أزمات وبلا حروب متكررة
وطن نهائي لأبنائه، وطن بيشعر فيه الإنسان بالأمان والاستقرار. فكانت قطر الوطن الثاني اللي رغم محبته وامتنانه إلى لم ينقطع منسوب الحنين لوطنه الأم، فساهم مع كتار من اللبنانيين بهالبلاد ببناء وطن خارج الوطن من خلال إنشاء صرح تعليمي هو المدرسة اللبنانية اللي بيتحدث عنها أحمد الشيخة بكل فخر واعتزاز. هالمشروع اللي بدأ حلم وحاجة ملحة فأصبح مؤسسة هي مصدر فخر للبنانيي الاغتراب أينما تواجدوا. الوطن هو مطرح ما بيشعر الواحد بالحماية. أنا بدي مين يحميني، بدي وعاء يحتضني، أعتبر وطني الثاني يعني. بس دايما حنيني للبنان، بتحسر انه نحن عنا الامكانيات بلبنان انها تكون فعلا سويسرا الشرق مثل ما كنا نتغنى فيها بالزمان واحسن كمان. هذه القصص اللي بنسمعها هلا كنا نسمعها سنه بالخمسينات، بعد نفس الشيء ونفس الارجمنت وبيجلطوا علينا وهي مثل مافيا. اشتغلنا نحن هون واعطيناهم بعض، ولكن هم اعطونا فتحوا لنا المجال ان نقدر نعطي مجال والفرص إننا نقدر نعطي، شايفي كيف؟ واللي أهم واللي أهم الأمان، هذا نحن بنعتبره هذا لا يعلى عليه، مسألة الأمان يغطي على كل شيء. من وين نشأت الحاجة لهالمدرسة؟ هذه 75 بأواخر 75 لما أصبح الأمور مستحيلة على العائلات اللبنانية تبعت أولادها للبنان ليتعلموا. وهون اجت الحاجة، كان في عدة أشخاص منهم محمد أنسو، ريني طياح، أبراهام دادايان، من بعد بذكر يعني كانوا 4-5 عندهم أولاد. أخذنا بيت صغير، ناس تبرعوا لنا، أحد الشيوخ برع بيت صغير حطينا هالولاد فيهم، كانوا 27-28 ولد وكبروا وزادوا. كان أول سفير إجا على قطر اسمه المرحوم مارسيل نمور، ساعدنا طلبنا منه ساعة السفير إنه يساعدنا كيف بدنا نفتح مدرسة. والله عمل اتصالاته مع وزارة التربية القطرية وشجعونا وقبلوا أن نفتح مدرسة ابتدائية مؤقتة فقط لمدة سنة عساس تهدأ الأوضاع في لبنان، ساعد ما بقول بحاجة لمدرسة. المدرسة اللبنانية بقطر صار عمرها حوالي 44 سنة، خلقت سنة 75 بمبادرة من أشخاص رجال أعمال كانوا موجودين بالبلد، وخلقت الفكرة لما نلاقوا صعوبة إنه يرجعوا أولادهم على لبنان، لأنه صار في كلنا بنعرف الأزمة السياسية والحرب الأهلية اللي صارت سنة 75. سو نشأت هالفكرة إنه ما قادرين يرجعوا على لبنان، وفكروا يفتتحوا يعلمون بالدوحة، وصارت هالفكرة تكبر، وهالتلاميذ عددهم كانوا 10 أو 15 طفل، صارت الفكرة تكبر ونحن هلأ وصلنا 2550 طالب تقريبا. كان مدرسة غير ربحية، كل سنة نعمل كرمس مثلا نجمع لنا شوية فلوس لدعم المدرسة، وفي الخيرين كمان كنا ناخذ منهم فلوس وكبرت ونحن المؤسسين يعني. اول مدرسه كانت بيت، والمدرسه الثانيه كمان بيت بس اكبر، فيها ارض كبيره، كان بتعرفي فيلا صغيره 3-4 اوض نوم وهذا كله صفوف. كنا نحط بارتا كابينز، نعمل صفوف من بارتا كابين. عمرنا المدرسة هذه، صممناها كان عدد تلاميذ بالمدرسة الأخرى حوالي 300 طالب، صممنا مدرسة قلنا يمكن يزيد العدد ولا شيء ل 900 طالب أول مرحلة،
وصار يتهمونا بالتبذير وبدنا نجيب فلوس وهذا، والحمد لله الفلوس تأمنت والأرض تأمنت من قطر من سمو الأمير الوالد، دفع من جيبته تكاليف المبنى هذا كله، كان هذيك الأيام كلف بحدود 20 مليون ريال. والأرض عطونا إياها هبة، يعني مثل هبة، هو أجار رمزي 200,000 ريال بالسنة، 2000 بالسنة لا شيء، أقل من 600 دولار في السنة، وما بندفعهم يعني ما بيرضون. كان زمان عندهم مدرسة قديمة يعني ما يعني ما يعني مش ما لها أي مظاهر من مظاهر الحضارة أو المظاهر التعليمية الحديثة. فطبعا أنا في ذاك الوقت سعيت لدى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني عندما كان أميرا لدولة قطر، وهو أيضا من محبين لبنان صراحة، شرحت له الموضوع وهو محب للتعليم، ثم أيضا وافق سمو الأمير بدعمنا دعم كامل، دعم ومنحنا أرض من أفضل يعني مواقع قطر وأغلاها. وأيضا يعني رحت له أنا مرة ثانية وقلت له يا طال عمرك جاليتي تسلم عليك وأشكرك على هذا الأرض والمنحة، بس العين بصيرة والجيب أصير ولدي أصيرة. فأمر سموه على حسابه الخاص أن يدعم ويبني المدرسة بالكامل على نفقته، وبنينا أجمل مدرسة في يعني من أجمل المدارس في قطر. بال 2018 كانت نقطة تحول إضافية وما كنا متوقعينها، يلي هو سعى فيها السيد عبد الله بن حمد العطية لإعطائنا أو منحنا مبنى جديد آخر، وهيدا مبنى عنده خاصية معنوية مهمة لسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، حيث هذا المبنى تعلم فيه هو، نعمل له إعادة صيانة وتجهيز، وتقدم من وزارة التربية بمسعى من سعادة السيد عبد الله بن عطية، وتم تأجيره للمدرسة اللبنانية. يعني شوفي محبة القطرية لإلنا لإعطائنا هيك مبنى يعتبر بالنسبة لهم تراثي من بعد ما جددوه وحدثوه وعطونا إياه. أكيد نحن كملنا تحديثه وتطويره، لا قدرنا وصلنا كمان للمستوى اللي نحن واصلين فيه هون بالمدرسة. المدرسة اللبنانية هي بتتبع المنهج اللبناني، وهيدي الميسيون تبع المدرسة اللبنانية، إنه التلاميذ لما يظهروا من هون يرجعوا يقدروا يكفوا الدراسة تبعيتهم بلبنان بلا أي مشكل. ومثل كل المدارس نحن من البري سكول للترمينال، حتى إنه نحن عنا البريفيليج إنه يكون في عنا إنه عم نقدم الامتحانات الرسمية بدولة قطر. الطالب بيدخل على المدرسة كأنه بلبنان، بتدخل الصبح على أغاني فيروز، تقفي على نشيد الوطن اللبناني، بتحسي حالك بين معلمين لبنانية، كلنا هون أسرة لبنانية وحدة، عم تحسي أنه عم بيعيدك هالارتباط للوطن، لأنه نحن كمغتربين بنفتقد الارتباط للوطن. هيدي المدرسة اجت تتكمل يعني تتعطينا ارتباط إضافي اللي نحن أكتر شيء بحاجة له. صح بحاجة نعلم أولادنا، بس فينا نعلمهم بكتير مدارس دولية موجودة بقطر، بس كوننا نعلمهم بمنهج لبناني بجو لبناني بالتعايش اللبناني اللي عم نفتقده بلبنان، صرنا هون منلاقيه.
شيء عنا إياه بالمدرسة إنه نحافظ على تراث لبنان ونعلمه للجيل الجديد. أول شيء اللغة طبعاً، وبعدين نحن منصر إنه نحط كل يوم النشيد الوطني اللبناني لكل الطلاب الصبح. بنحتفل بكل الأعياد اللبنانية طبعاً، وخاصة يوم الاستقلال اللبناني. يوم الاستقلال بتكون المدرسة كلها باحتفالات وبأغاني وأناشيد. إحنا المدرسة اللبنانية وصلت لمرحلة اليوم صارت accredited بأدفانس إد، accredited بلابيل فرانس، معتمدة من 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 أرقى المعايير الشركات اللي بتعتمد للمدارس العالمية. أهم شيء عند العائلة في كل مكان بالعالم إنه يدرس أبنائه على أعلى المستويات يعني. فأصبحت المدرسة اللبنانية علم من يعني من أعلام الثقافة والتعليم في قطر. حلمنا بعد نكبر أكثر، وحلمنا بعد نلبي كل حاجات هالجالية اللبنانية بالدوحة. كل البلدان اللي استقروا فيها صنع اللبنانيين مجتمعهم الخاص، جمعيات ومجموعات تضامنت فيما بينها لمساعدة وطنها الأم من خلال جمعيات ومجالس صداقة مشتركة حتى بين البلد الأم والبلد المضيف. هيك فعل اللبنانيين بقطر، تضامنوا بمراحل كثيرة لمساعدة وطنهم الأم، واللبنانيين أينما تواجدوا بحاولوا يخلقوا أيضاً أماكنهم ومساحاتهم الخاصة بكنيسة أو جامع أو نادي بمطعم أو حتى ببيوت الأصدقاء. حلقات من الود بتكسر رتابة الحياة أحياناً بعيداً عن الوطن. نحن بقطر مثل عاملين مجتمع لقلنا، أصحابنا على صعيد الفاميليز، على صعيد الأولاد أكيد بنلتقى كتير، بيصير مناسبات كسفارة لبنانية، تجمعات منشارك فيها، وإن كان أوقات سهرات بأمكنة معينة بيتواجدوا فيها اللبنانية كمان بنكون موجودين. كل لبناني بيروح ويتأقلم مع البلدان اللي بيروح عليها، وفكان بالأحرى هون هالبلد العزيز هو بلدنا قطر. وجوده من كل الطوائف، ما في طائفة من غير موجودة أو غير ممثلة هون بقطر. كل بيعرف بعضه، بس نجي لهون كلنا منسلم. إذا بتشوفي هلأ الكل بيحكي مع الكل. اللبنانية هون صراحة كتير قراب على بعضهم، في محبة مثل ما شفت اليوم، على طول في نشاطات بالكنيسة وبالسفارة اللبنانية، واللبنانية عندهم شغل بتميزهم عن غيرهم، كتير قراب على بعضهم هون، على طول بيلتفوا على بعض اذا في اي مشكله، حدا عنده اي بده اي مساعده او شيء. احترام قطر للاديان اكيد مترجم كمان من قبل المسيحيين، اعطوا مجال انه ينبنى مجمع الكنائس او مجمع الاديان اللي هو بمنطقه مسيمير ابو همور. اللبناني كمان عم بيمارس ديانته، عم بيمارس طقوسه بكل المجالات.
رغم كل الحب والاحتضان للبنانيين المقيمين في قطر، بيبقى للبنان الوطن، العيلة، الأصحاب، المساحة الأحلى والأبقى بالبال. لبنان هو بلدي، يعني صراحة وين ما رحت ضلني حن لهذا الشيء، إنه حتى أولادي يربوا بلبنان، بجو لبنان. هلأ اللي مأمنت لي إياه قطر، صراحة خايفة أرجع على لبنان ما يكون مأمن لي هذا الشيء. لبنان بشتاق له دايماً، دايماً بالقلب، وكل سنة لما أنزل يعني وبدي أرجع، بتخلص إجازتي وبدي أرجع، بصراحة بنسلخ عنه سلخ. لبنان على طول ببالنا، منا خايفين من العودة، بس طالما هون ماشي الحال وبلبنان عايزيننا رح نضلنا هون. بنهاية المطاف أخيراً، أولاً وأخيراً بدنا نرجع لبنان، هذا بلدنا الأم، الأهل والأصحاب والعائلة كلها بلبنان. نحن هون مقيمين صحيح، منا بعيد عن لبنان، ساعتين ونص منكون بيروت، بس قد ما كان الواحد بس يترك بلده بحس في شيء ناقصه. عندنا حلم العودة على لبنان أكيد، بس مش بالوقت الحالي، إن شاء الله قريباً مثل ما عم نسمع عود من اللبنانيين ورجال السياسة. يعني إذا ما أقدر أعيش بلبنان بجيب كل كوزيناتي لهون. لوين لهون؟ على قطر. أكبر من طموح، وهي أكثر من قدرة على المعرفة والاطلاع، هو ذكاء وكفاءة، صفات بتميز الشباب اللبناني بكل المجالات وبتختصر جيل كامل مصر على النجاح. هالصفات ويضاف عليها طيبة وبساطة وآدمية تقراها بعيون المهندس الشاب أبلان عون ابن بلدة ألحات الشمالية. كفاءة هالمهندس الشاب كانت نموذج ومضرب مثل للالتزام والنجاح بمجال سبقوه فيه كتار وأسسوا فيه كتار، وبمساحة تستوعب كتير من الإبداعات والأفكار. قطر اللي كانت ملعب رحب لإنجازات وحضن دافي لاستقرار عائلي ونفسي وإغراءات بمستقبل أفضل، ومع هيدا بقيت ألحاد وبقي الوطن هو الأجمل بعيون بعد عم تتطلع لمستقبل للبنان أفضل. تركت لبنان ب 29 أكتوبر سنة 2000. بهيك اللحظة ما كانت سهلة، كنا نحن من الجيل الجديد يلي ببلش يتغرب، ما كانت سهلة علي، خيار ما كان سهل، بس قررت أتحدى الحياة من هذيك الفترة. وقتها سافرت بسنة 2000، الصورة ما كانت واضحة، كنت بسأل حالي أنا إنه هل يا ترى السفر هو سنتين ثلاثة مثل ممكن ما كتير شباب كانوا يقولوا، أو هو مدة أطول؟ ما كان عندي الجواب، كان كل طموحنا نتخرج مثل ما ذكرت، كان عندي البلان يعني القصير الشورت تيرم، تخلص هندسة ناخد وظيفة بلبنان بما تيسر بسنة 2000. يعني كنا نقول الله يرزقنا بشغل $1,000 ونعيش على قد حالنا. اشتغلت بالإمارات مدة سنتين، بعدين كمان باي كوينسيدنس باي تشانس بيجيني اتصال من مدير من قطر، فبيقول لي في عنا فرصة عمل بقطر. سألنا من أثناء من سنة 2002 عن قطر،
نعرف انه بلد فتي البوتنشال فيه كان كتير ريكومندد از بوتنشال انه بلد رح يبلش. كنا نسمع انه في نهضة عمرانية كتير كبيرة بالبلد، فأي شاب منا ممكن يدخل ببلد هو عم ينطلق بتكون الفرصة تبعوله أكتر من إذا هو كان بمنطقة أورادي مزدهرة. جينا على مكان كان قيد التطور، فمنه سهل كان علينا نتقبل أول أسبوع أول أسبوعين، بس مثل ما قلنا قلنا لا، يمكن إذا منطلع على طول بالشيء الإيجابي بأي موضوع إنه الإنسان يكون بهيدا المكان بهيدا الزمان بهيدا ال it will be the right time. منذ أربعينيات القرن الماضي بدأ اللبنانيين بتأسيس الشركات بقطر بكل القطاعات. بالعام 1941 تأسست بقطر أول شركتين لبنانيتين للتعهدات، شركة سي 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 وشركة الكات. هؤلاء كانوا من أوائل شركات الهندسة اللي تعهدت العديد من المشاريع الكبرى بمجال الهندسة والتطوير العقاري، وبالتالي استقطبت قطر عدد كبير من الكفاءات اللبنانية بهالمجال، أفراد أو حتى شركات كبرى امتلكها لبنانيين ساهموا بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بعملية البناء والتنمية، بنوا الجسور وشقوا الطرقات، عمروا الأبنية، أسسوا شركات هندسية، أعطوا البلد جهد وأعمار وأعطتهم فرص لتنفيذ أفكار وإبداعات. وبخضم عملية البناء برع أشخاص وتميزت شركات ناشئة قامت على جهود مجموعة من الشباب اللبناني الطموح. جي اي كي هي واحدة من هالشركات، جاك كونستراكشن اسم واحد وحزمة واحدة لأضبان قليلة اجتمعت بشطارتها وطموحها وصنعت واحدة من أكثر الشركات الشابة نجاحاً وطموحاً. 2009 كانت البداية، مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء قسمهم المشترك طموح كبير والتزام ومسؤولية، كانوا وما زالوا شعار المرحلة. الشركة أسسناها من شخص لاثنين لثلاثة. اليوم عملياً جاك ممكن حوالي 1000 شخص دايركت واندايركت. بلشت أول مكتب كان هو ببيتنا، أخذنا فيلا أنا وعائلتي، كان في غرفة استخدمناها كمكتب، بقينا حوالي سنتين بهذا المكتب. أنا وشاب اسمه ميشيل هو كان معنا من أول الطريق، كنا نستأجر عمال من الماركت أو نلزم الشغل، بس نحنا بنفسنا نتابع الشغل. أول مشروع أخذناه كان عبارة عن دوار ركبنا عليه إشارات، هذا كان يعني signalized roundabout we call it، ممكن كان الوحيد بالمنطقة أو كقطر يعني عندك دوار هو عليه إشارة، وكانت بأثناء تجربة ناجحة. المشاريع الأولى كنت أنا مهندس المشروع، يعني أنا كنت جيب المشروع عبري ونسعره، وأنا والشاب يلي معنا وأثناء كمان كان خيي موجود معنا بقطر بمرحلة التأسيس، وهيك إجا أول مشروع والتاني. بعدين خطوة خطوة صار معروف في مجموعة اسمها JAK، مديرة شاب يونغ اسمه أبلين. بسيستام شركتنا ممنوع لا نجاح، هو عطول شعارنا نحن هو النجاح. أي مشروع قد ما كان صعب قد ما كان التحدي كبير لازم ننجزه ولازم نخلص، إذا مش قبل الوقت أكيد على الوقت لازم، لأن قطر بالذات البواعيد كتير مهمة عندهم. الكوميتمنت الالتزام هو الباكبون تبعه للشركة. ميزات النجاح هو إنسان بده يكون مؤمن إنه بيقدر ينجز. إذا إنسان ما عنده ثقة بنفسه، إذا إنسان ممكن منه مسؤول ما بيقدر ينجح. شركة جاك هي عائلتي التانية، ممكن أنا بمضي وقت بالشركة أكتر ما بمضي مع عائلتي
بعطيها كثير من وقتي، بعطيها كثير من اهتمامي، لأنه أي شغل بالحياة إذا ما بنعطيه اهتمام ومتابعة ضرورية ما بيصير بالشكل المطلوب. وبيبقى الوطن أحلى الناس وأحلى الأماكن، المساحة الأرحب والأحب بعيون بعدها عم تطلع فيه بكل الثقة وكل الرجاء وكل الأمل. أنا عندي أمل بلبنان. الإنسان بلا أمل، لو ما عندي أمل كنت بفتش ممكن على أي جنسية هلأ سهل إنه ناخدها، بس منضل نقول لبنان هو وطننا. ما في شيء سهل بلبنان، هلأ في إرادة موجودة إنه هالبلد يتقدم، وإن شاء الله ما يعني بيكون ظننا بمحله. لبنان بالحقيقة كل دقيقة ببالنا، هو وطننا الأساسي يلي جذورنا بالبلد. بس أكيد عطول منقول الفضل للبلد يلي بيعطيك فرصة وبيسمح لك إنه أنت تحقق طموح وتختبري قدراتك. هذا الشيء اللي عطتني يا قطر، عطتنا فرصة نثبت حالنا على الصعيد الفردي أو على صعيد الشركة. أولادنا هن خلقوا بلبنان بس مربيين ممكن معظم السنة بقطر. فيني أقول لك عندهم بيحبوا قطر، بيعتبروها بلدهم، بس أكيد بيعرفوا إنه هن لبنانية. نحن من أسرة مكونة من 5 أخوة، أنا وشاب وثلاث بنات. ما كانت سهلة لا على الوالد ولا على الوالدة، كتير عانوا معنا وضحوا معنا، وهذا الشيء أكيد بنحفظ لهم إياه يعني، وبيشد ريفورتد باك لآخر يوم بحياتنا. حتى واحد يكون وفي مع نفسه ومع أهله، أول بيت عمرناه أو زبطنا البيت هو بيت أهلي بضيعة الحاط، بشكل يليق مع تضحيات الأهل، مع الضيعة يلي كمان نحنا عايشين بكنفة. هيدا كان من أول ثمرة اغتراب. أهلي حملونا القيم يلي علمونا إياهن، نشتغل كأنه الشغل لقلنا، نكون أمينين على المكان اللي نحنا فيه كأنه لقلنا. الوالد أنا تعلمت منه كتير حب المنافسة، ما بيستسلم، بده يوصل لهدف. أنا هيدا كتير أخذته من الوالد. وسعت قطر مساحة خاصة لتطوير أساليب التعليم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وبالتالي أولت اهتمام خاص بهالقطاع، أنشأت الجامعات والمكتبات ودور الثقافة، مختبرات تطوير الأبحاث، احتضنت ورعت العديد من المبادرات بهالإطار. فكانت مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية القدرات، قطر فاونديشن، الإنجاز الأبرز لمواكبة تحديات العولمة، هالإنجاز اللي عكس رؤية حكام هالبلاد ورؤية سيدة استطاعت كسر الصورة النمطية للمرأة العربية وربما لزوجة الحاكم العربي بحكمتها ورؤيتها العصرية، بإرادتها الفولاذية، ذكائها، بساطتها، أناقتها، حضورها وجمالها. عم بحكي عن الشيخة موزة بنت ناصر المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد الثاني. Qatar has responded to this global decrease by committing 50% of our official development assistance to education. We invite others
to also consider or reconsider their priorities. من الأمور الكثيرة اللي نفخر فيها في قطر على رأسها النهضة التعليمية وما يتبعها من أبحاث، وخصوصا الأبحاث اللي تركز على اقتصاد المعرفة، وهذه جزء لا يتجزأ من رؤية سمو الأمير لقطر، رؤية قطر 2030. قطر أصبحت عاصمة التعليم في العالم، مردود إلى سمو الأمير الوالد وسمو الشيخ موزة الذين أعطوا اهتماماتهم الكبيرة في تطوير التعليم في قطر على أعلى مستويات. اليوم لو شوفي قطر تحتضن أكبر جامعات أمريكية. مؤسسة قطر أو القطر فاونديشن هي مؤسسة تعليمية لخدمة المجتمع لا تبغي الربح، رئيستها سمو الشيخ موزة، هي من مثل ما بيقولوا المحرك الفعلي للمؤسسة. مؤسسة قطر اجتهم فكرة ممتازة بآخر التسعينات انه يجيبوا جامعات أمريكية مميزة باختصاصاتهم ويفتحوا فروعها بقطر. ففكرة مؤسسة قطر انه هالشباب والصبايا القطريين بلا ما يطلعوا لبرا ويتعلموا برا رح يجوا يتعلموا هون بقلب الجامعات بقطر ويساهموا ببناء مجتمعهم لما يتخرجوا من عندنا إن شاء الله. في شغلتين كتير مهمين لهيك مشاريع تنجح. هدول مشاريع بدهم استثمار على مستوى كتير عالي على مستوى الدولة، وبدهم طولة بال، يعني ما الأبحاث ما بتعطي نتائج بسنة وسنتين وثلاثة، ما نحكي 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة. فالليدرشيب القطرية ورجت على مستوى كتير عالي إنه مستعدة تعمل استثمار على مستوى الدولة على مستوى الأبحاث وعلى مستوى المنطقة. فينا نقول أنا وغيري من الأساتذة الموجودين بالمدينة التعليمية جزء من النهضة التعليمية اللي موجودة بقطر. قبلنا كان الحضور اللبناني الطاغي هو المهندسين اللبنانيين اللي إجوا من الجامعات اللبنانية، الجامعة الأمريكية، الجامعة العربية، الجامعة اللبنانية، اليسوعية، وساهموا بنهضة البلد. بعد مجيء الجامعات الأمريكية صار في كمان وجود لبناني بالقطاع التعليمي، في أساتذة لبنانيين خدموا هول الجامعات. حالياً عندنا تقريباً يمكن 20-25 أستاذ لبناني بالست جامعات الأمريكية الموجودة بقطر، وفي أكيد حضورنا على صعيد الطلاب اللبنانية اللي بيتعلموا عنا. هول جزئين، في الطلاب اللبنانيين اللي عايشين بقطر مع عيالهم بيجوا لعنا وبيتعلموا هون، وفي عنا جزء صغير 10% من الطلاب اللبنانيين بيجوا من لبنان خصيصاً ليتعلموا عنا. عندنا 3 عمدة، أنا عميد الأبحاث بجامعة تكساس، في عميد الأبحاث بجامعة كورنيل اللبناني، وفي العميد بجامعة جورج تاون اللبناني. في مجال التعليم وبمجال الجامعات الأعداد اللبنانية شوي قليلة، بس مساهمتهم بعتقد كتير كانت مهمة وعالية. مؤسسة قطر مش بس بتجيب أساتذة من برا ليعلموا، تعطينا الموارد لنعمل أبحاث. وبالجامعات بالقطاع التعليمي أهم شيء هلأ بوقتنا الحاضر هي الأبحاث، بنسميها generation of new knowledge، بدك تعملي مثل ما بيقولوا علم جديد أو علوم جديدة، فبيوفروا لنا جميع الموارد. قطر من الدول الوحيدة بالمنطقة يلي مستعدة تستثمر بالأبحاث على مستوى عالمي. الأبحاث اللي عم نقدر نعملها بقطر نحن هلا من مستوى يعني بيوازي المستويات الأبحاث اللي بيوروب أو بأمريكا. الاقتصاد قائم على المهرة، في أهم عنصر فيه هو الهيومن ريسورس، الموارد البشرية.
فعشان هيك ركزوا على الجانب التعليمي، بدهم نسبة كتير عالية من شبابهم وصبياهم يكونوا متعلمين، معهم درجات عالية من الجامعات، درجات يعني ماجستير ودكتوراه وغيره، لي إن شاء الله بال 2030 وما بعدها يصيروا ينتجوا اقتصاد أو يدعموا اقتصاد قائم على المعرفة. وجودنا بقطر مع مراكز الصناعات الكيميائية البتروكيميكال اندستري بقطر، طلابنا بيعملوا مشاريع مع هالصناعات، فالتلميذ بياخد خبرة عملية كتير ممتازة خلال دراسة الهندسة عنا الأربع سنين. المشروع اللي عملته مؤسسة قطر عنده عدة أهداف اللي هي متواسية مع الأهداف تاعت رؤية قطر 2030. الأهداف المهمة هي منقول human capacity لتحسين قدرات الإنسان بشكل عام. مؤسسة قطر صارت معروفة عالميا بشكل كتير مهم، الأبحاث اللي عم نعملها، التلاميذ اللي عم نخرجهم، قدراتهم على أنه يساعدوا بكل المجالات على مستوى كتير عالي. لؤلؤة الخليج العربي، كل ما فيها يلمع، شواطئها، أبنيتها، أبراجها، شوارعها، وبريء المحبة بعيون أبنائها. تعتبر الدوحة مدينة عصرية بامتياز ومقصد سياحي لكثير من العرب والأجانب، رغم صغر مساحتها تقف اليوم بموازاة العواصم العالمية. اللؤلؤة أو The Pearls وهو أشهر مكان سياحي بقطر، هو مجموعة من الجزر الاصطناعية اللي بتشكل مدينة متكاملة بضم محلات تجارية، مقاهي ومطاعم. ولا يخفى على أحد أنه الشركة الهندسية اللي هندست هالمشروع هي شركة لبنانية. يكتسب سوق واقف في الدوحة خصوصية جعلته واحد من أشهر المعالم السياحية التراثية في قطر، وواحد من أشهر الأسواق الشعبية بالعالم العربي. يمتد الشارع على مساحة واسعة جداً، وتشكل ممراته الضيقة ومحلات الأقمشة والتذكارات والبهارات والمقاهي والمطاعم المنتشرة فيه حالة خاصة تستقطب الزوار والسواح. مدينة الدوحة تعتبر منطقة الكورنيش بالدوحة واحدة من أجمل الشواطئ المطلة على مناظر خلابة بالمدينة، وهي نقطة جذب أساسية لكل السواح وزوار المدينة ومحبي رياضة المشي والتنزه والصيد. يا
يعتبر كتارا واحد من أبهى الأحياء الثقافية العصرية بالعالم العربي، هو نافذة بين التراث والحداثة ومساحة لتبادل الأفكار والثقافات، معارض، مراكز تجارية، متاحف فنون حرفية وتشكيلية، شوارع ومقاهي تحمل الطابع التراثي بأسلوب عصري حديث. بنك لبنان والمهجر، واحد من أعرق المؤسسات المصرفية والمالية، يحتل موقع ريادي بين المصارف اللبنانية، وتعتمد استراتيجية البنك على خاصتين: التنوع والتحديث المتواصل للخدمات المقدمة للعملاء، ما وضعه بصدارة المصارف الشاملة بلبنان والمنطقة العربية. بنك لبنان والمهجر قطر هو شركة شقيقة للمصرف الأم بنك لبنان والمهجر، يقدم الخدمات المصرفية التالية: تلقي الودائع، منح التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، إدارة الاستثمار، تقديم النصح والمشورة للمحافظ الاستثمارية، وترتيب العمليات الاستثمارية. بقلب العاصمة القطرية الدوحة وبواحد من أبرز الشوارع، حيث توقع أهم المؤسسات المالية والمصرفية، توقع مكاتب بنك لبنان والمهجر. وبإطار التوسع الإقليمي نحو أسواق جديدة، بيتواجد ليلبي حاجات الزبائن والعملاء من كل الجنسيات. نحن متواجدين هون بالحي الغربي الدبلوماتيك اريا، الحي الدبلوماسي، ببابنا أموال طور الطابق 11. بدأنا العمل المصرفي فعلياً في دولة قطر بشهر تموز 2009. هيدي هون هو الفرع الوحيد حالياً، وهيدي بيرجع للإدارة العامة، استراتيجية الإدارة العامة للتوسع. الجالية اللبنانية تعتبر من أهم الجاليات في دولة قطر، مثل ما ذكرت أنه في عنا شركات أكثر من 15 سنة وما زالت متواجدة بمشاركة قطرية. هالشركات تعنى بتجارة مواد البناء، واللي هو عنصر مهم في الاقتصاد، تعنى بالمقاولات، وكذلك تعنى بتجارة المواد الغذائية، لأن هودي شركات مهمة في النمو الاقتصادي في البلد، بالإضافة إنه في شركات أنشئت بعدين وإلى أثر إيجابي في دولة قطر. نعم، نعرف إنه في عنا رجال أعمال لبنانيين أسسوا شركات أكثر من 50 سنة في دولة قطر بمساهمة قطرية وما زالوا يعملون، وكذلك في عنا شركات جديدة دخلت السوق القطري. بنك لبنان والمهجر قطر يقدم خدماته المصرفية للجالية اللبنانية وغير الجالية اللبنانية. دولة قطر استقطبت لبنانيين وأعطوها واستفادت من لبنانيين في النمو الاقتصادي، ونعرف أنه قطر دايماً في التطور، وهيدي بيرجع للسياسة الحكيمة لصاحب سمو الأمير تميم بن حمد وللأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
وتبدو قطر بأسواق الواعدة واقتصادها القوي رغم كل الظروف الاستثنائية عنصر جاذب للمصرف بيتخطى الحاجة الملحة للعملاء ليصير مسؤولية يكبر ويتوسع بقدر طموحات وأحلام مستندا إلى شعار راحة البال. لا تزال دولة قطر هي جذب للمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية وغير اللبنانية، لأن بتميز الاقتصاد القوي بتنوع الاقتصاد، ونعرف أنه دولة قطر هي ثالث دولة بالعالم لتصدير الغاز المسال. بنك لبنان والمهجر كان فيه له عدة أسباب لوجوده في دولة قطر، منها التطور الاقتصادي في دولة قطر. نعرف أنه دولة قطر من أغنى الدول اقتصادياً، وهي دولة أهميتها في الغاز والنفط، وهلأ صار في عندها تنوع في الدخل، صار في عندنا اهتمام بالخدمات بالسياحة، صار في عندنا زراعة وصناعة خفيفة. شعار راحة البال تقدم إلى العملاء المصرف من خلال توفير الخدمات السريعة والمميزة والمنتجات المصرفية المميزة، وهيدي بترجع على السياسة الحكيمة والرشيدة للإدارة العامة في المصرف. ونحن هون كبلومبين قطر نتقيد بالتوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة وننفذها، وكذلك في نلتزم بالتعليمات والقواعد المصرفية الصادرة عن الجهة الرقابية بمركز قطر للمال. لم يكن مرور اللبنانيين واستقرارهم وتجربة البعض منهم في قطر على المستوى الإعلامي مرور عادي، فاللبنانيين يعتبروا من رواد التجربة الإعلامية، وعمر الصحافة في لبنان هي من عمر نشأة هذا الوطن وربما قبل. في قطر كما في دول الخليج حمل اللبنانيين خبراتهم وتجاربهم الإعلامية ووظفوها بكثير من المؤسسات الإعلامية، وربما يكون أبرزها محطة الجزيرة، هالمحطة اللي استطاعت إنه تكون تجربة رائدة بالإعلام العربي وأن تؤسس في إطار مهني مختلف ومميز تخطى بإبداعه حدود الوطن ليوصل إلى العالم. وانطلاقاً من المحبة وروح الزمالة نطل على تجربة محطة الجزيرة القطرية وعلى عدد من اللبنانيين اللي كان لهم بصمات خاصة بهالمحطة. كمان اللبنانيين من ضمن القطاعات اللي بيشتغلوا فيها بالدوحة، واحدة من أهم القطاعات هي الوسائل الإعلام اللي موجودة بالدوحة، والأبرز هو الجزيرة. فاللبنانيين اللي موجودين بالجزيرة هن بتنطبق عليهم كل المواصفات الإعلامية، وحتى بالقنوات الرياضية كمان في عدد كبير من اللبنانيين موجود فيها وبيساهم بكل العمل الرياضي. الجزيرة فعلا شكلت علامة فارقة في العالم العربي، لأنه كانت فريدة من نوعها، إن كان من حيث سقف الحرية أو من حيث التخصص ومن حيث الأداء يلي كان فريد وكان جذاب جداً للعالم العربي. ومن هنا اكتسبت الجزيرة لسيما بسقف الحرية عندما بدأت بالسنوات الأولى اكتسبت هذا الجمهور العربي الواسع. الجزيرة أضافت للمشهد الإعلامي كتير، أحدثت فرق كتير كبير وحركت المياه الراكدة إذا فينا نقول، وكانت عندها مستوى جرأة عالي، كان سقف الحرية والجرأة أعلى بكتير من باقي التلفزيونات، وبحيث أنه لا يقارن مع باقي التلفزيونات. يعني نحن فينا نقول ما قبل الجزيرة، الإعلام ما قبل الجزيرة شيء
وما بعد الجزيرة شيء آخر. هذا لا يعني أنه كمان بعد الجزيرة إجا محطات إعلامية مضيئة جداً أضافت الكثير إلى المشهد المحلي. لست اللبناني الوحيد في قناة الجزيرة طبعاً، في كثير زملاء كانوا على مستوى الشاشة أو خلف الكواليس أيضاً جاءوا بنفس الفترة أو إجوا فيما بعد على قناة الجزيرة. فاللبنانيين في قناة الجزيرة هن عامل أساسي مثلهم مثل أيضاً باقي الجنسيات اللي موجودة كمان، وهي جنسيات أيضاً أساسية على كل ما فينا نعتبر أنه في جنسية واحدة. من هون قلت لك أهمية قناة الجزيرة أنه هي الوعاء الذي توضع فيه كل هذه التجارب لينتج منها تجربة فريدة في العالم العربي. كنا جامعة عربية في مبنى واحد، وهيدي كمان تجربة أضافت لي كتير على المستوى الشخصي قبل ما تضيف على المستوى المهني. يعني أن يكون زميلي مثلا من موريتانيا، أن يكون زميلي من الجزائر، من المغرب، من الأردن، من ليبيا، مش فقط علاقة زمالة، علاقة يعني صداقة ومعرفة وأكل وخبز وملح مثل ما بيقولوا طلعات، يعني هيدا شيء على المستوى الشخصي يثري تجربتك الشخصية وطبعا المهنية. بالمشهد الإعلامي كانوا بارزين اللبنانيين، اللبنانيين أسسوا الكثير أو لنقل ساهموا بتأسيس الكثير من المؤسسات الإعلامية بالخليج تحديداً. وراء الكواليس وعلى الشاشات كان حضور بارز، صدرنا أدب وثقافة وفكر مع الإعلام، وهذا شيء يحسب لنا. ويمكن عشان هيك، مش يمكن أكيد، عشان هيك اللبناني أخذت عنه هذه الصورة الجميلة المشرقة المضيئة، وصار مثل يعني يجذب المؤسسات الإعلامية له. التطور تطور هائل على المستوى المهني، يعني لا نستطيع أن نقارن التجربة المحلية اللبنانية على أهميتها مع التجربة العربية الدولية اللي ممكن يعيشها الواحد ضمن محطة مثل قناة الجزيرة، لأنه يعني يصبح الفرد مش أسير السياحة المحلية اللبنانية وتفاصيل المحليات اللبنانية، بصير مضطر أن ينظر أكثر وبدقة وبتفاصيل أكثر إلى القضايا الدولية الأكثر تأثيراً في العالم وإلى القضايا العربية الأكثر تأثيراً في العالم. طبيعة العمل الإعلامي بالجزيرة تختلف عن طبيعة العمل بلبنان، العمل الإعلامي بلبنان. أنا عم بحكي لناحية السياسة العامة، لناحية التركيز على الأخبار والبرامج السياسية الحوارية، ولناحية التقنيات والأموال الكبيرة المرصودة لها. طبعاً لا نستطيع أن نقارن بين محطة أو مؤسسة إعلامية بالخليج ومؤسسة إعلامية بأي بلد. لم تقتصر إبداعات اللبنانيين بدول الخليج العربي على الأعمال والإنشاءات فقط، إنما برع اللبناني المزوق والخلاق بمجال الموضة والجمال بكل وجوهه، واكتسب سمعة كبيرة وثقة المرأة العربية. باتشيلوتشي واحد من صناع الجمال، تخطت شهرته حدود الوطن ليصير الاسم براند وماركة مسجلة وعنوان أكيد للإبداع والتميز كما بلبنان بالعالم العربي كمان. نحن باتشيلوتشي في شخصين هن أساسيات اللي بلشوا المصلحة، الأول هو سلام مرقص، الثاني من بعده إجا أنور زيدان، الثالث اللي إجا من بعدهم هو وسيم مرقص. المرأة العربية بشكل عام هي نموذج بالأناقة والجمال
والترتيب وكثير بتهتم بحالها. سو اللبناني مزوي، انا برايي هو مزوي، واللبناني من الاساس هو بيعرف انه المراه تاجها هو شعرها. نحن عنا كان خطة هالانتشار والتوسع على بلاد الخليج، لأنه اللبناني بحد ذاته الخليج والعالم العربي كله بيؤمن بفنه وبيؤمن فيه، أنه هو كانت نقطة الارتكاز والانطلاق بين الخليج وأوروبا هو لبنان. باتشيوتشي موجود هون بقطر صار له تقريباً شيء 8 سنين، ونوجدنا بالسنت ريجيس هوتيل لأنه موقعه كتير بهمنا بالنسبة للدوحة، هو بيربط الشرق والغرب تقريبا بالنص. المرأة العربية بتهتم بهذا المصدر وبتوثق فيه، عندها ثقة عالية بالمبدعين اللبنانيين خاصة بالجمال. بباتشيوتشي قطر بنقدم كل الخدمات اللي المرأة بتحتاجها. نحن عادة بنطلع ستافنا من لبنان لأنه عندنا تقنية معينة بنحب ندربهم فيها للستاف تبعنا، بنعمل لهم تريننج بلبنان ببيروت وبنطلعهم على قطر وعلى البلدان العربية ليعملوا نفس الستايل اللي نحن معودين زبوناتنا عليه. باتشي إلوتشي موجود بالخليج طبعا وموسع بشكل انه يكون بالامارات، بقطر، بالبحرين، كنا بالكويت، بالاردن، كنا كمان بالعراق، موسع تقريبا بكل العالم العربي. وان شاء الله ان شاء الله اذا الظروف سمحت لباتشي إلوتشي ممكن نبلش ننتشر باوروبا ان شاء الله. كتار هن الأشخاص اللي سافروا، تعلموا، اشتغلوا وقرروا يرجعوا يخدموا بلدهم بما حملوه من علم وعمل وخبرات، يرجعوا على الأرض اللي ربتهم وحبتهم، على الأرض اللي ربتنا مثل ما بتقول الأغنية. راجع لضيعتنا وعلى الأرض اللي ربتنا. أصعب شيء إنه الإنسان يترك بلده، والأصعب إنه لما يرجع يجي يوم اللي يقول فيه يا ريت وما رجع. يبوس الأرض اللي حبيناها وحبتنا. نزار شهاب هو طبيب وواحد من اللبنانيين اللي عاشوا هالبلد وأجبرتهم الحرب على الرحيل. سافر، تعلم وتخصص بالجراحة العامة والتجميلية، ولكن بقي البلد، بقيت حصبية، بقيت المدينة، طرقاتها، بشوارعها، بناسها، عم بتزن وتزن وتزن مثل شي نغمة ما بتنتهي. وقت سافرت كان عمري 20 سنة، تركت لبنان بآب بتقريباً 31 آب سنة 75. يمكن لو بقيت هون بالحرب الأهلية يمكن ما كنت عايش هلا يعني. فالإنسان ما بيقدر يعرف كيف قدره ومصيره، وأصلاً ما حدا كان عارفين أمتى رح تخلص يعني. ولما حسيت إن الوضع استقر بلبنان أكيد كان في سؤال كبير، هل أبقى في فرنسا أو أعود إلى لبنان؟ ب93 كانت خلصت الحرب بلبنان، وبديسمبر بكانون أول اقتنعت أنه لازم أرجع على لبنان، خلص هذا بلدي وأنا أخذت هالقرار يعني، وأكيد من الندمين عليه. وبحب أقول لك ليش كمان، لأنه أول شيء وجودي جنب أهلي هون غير كتير من ناحية النوعية بحياتهم كلها، ومن ناحية الطب ومن ناحية صحتهم وهيك. يعني أول يومين بس ترجع لهون بيطلع مجنون شوي الواحد إذا سايق سيارة لبين ما يرجع يتعود. إضافة إلى الشيء المصطنع بحرماننا من الأشياء البسيطة بالحياة مثل الكهرباء، مثل الماء النظيفة. برم العالم بين علم وعمل ودراسة، وظل لبنان بالنسبة له وظلت حصبية هي الحب الأول ويبدو الأخير.
بس يكون الإنسان بالغربة أكثر شيء بينطبع فيه هو حياة الضيعة تبعه. أنا من بلدي بجنوب لبنان اسمها حسبية. حسبية بتعرفي بلد بالوقت الحاضر موجود فيها خلوات البياضة، هل هي الحج للطائفة الموحدين الدروز يعني الأساس تبعهم. وفيها 7 كنائس لأنه كانت أكبر بلد مسيحية بالشرق. بس نحن كلنا كنا عايشين مع بعضنا يعني لدرجة أنه مثلا روح على الأداديس بالكنيسة عادي عادي مثل كأنه يوم سبت يوم أحد الأعياد نشارك مع بعضنا. ما كان الإنسان حاس بهالشغلات. وحتى للوقت الحاضر نفتخر أنه حسبية بالحرب الأهلية كلها ما صار فيها ضربة كف. ومن الجراحة العامة إلى الجراحة التجميلية بما يختزنها العالم من فن وذوق وإبداع وضمير حي، تنقل دكتور نزار شهاب، فكانت مسيرة طويلة ونجاحات أسس خلالها مركز طبي رائد للتجميل بالعام 2002 أو بما يعرف بـ One Day Surgery Hospital بالقلب النابض للعاصمة بيروت. ومن هون بلشت حكاية النجاح والتألق. من لما كنت عم ساوي جراحة عامة كان عندي التفات وهيك الشيء يعني شد نحو التجميل، نحو جراحة التجميل. وأكيد هي فرنسا كانت الأولى بالعالم ولا زالت يمكن بجراحة التجميل. فرسلت الجامعات هونيكي وانقبلت بجامعة مونبلييه وسافرت بسنة 88 على فرنسا. أنا بقدر أعطي صورة عن الأطباء اللبنانيين بفرنسا. المراكز اللي بيوصلوا لها داخل الفروع تبعهم الطبية عادة كلها كبيرة ومحترمة كتير. والطبيب اللبناني اللي بيميزه مثلاً عن الطبيب الأوروبي لنقول أو الفرنسي أو شيء إنه عنده مالتي لانجويج بتطلعاته العلمية وبثقافته. يعني نحن مثلاً كنا نطلع على الثقافة الأمريكية الإنجليزية الألمانية. لبنان بيلعب دور كتير رائد بالنسبة للطب بشكل عام وبالنسبة للجراحة التجميلية بشكل خاص، لأنه هي الجراحة التجميلية أصلاً بالفترة الأخيرة طورت كتير بالعالم. نعم. مع الاختراعات الجديدة، مع إدخال الليزر، إدخال شفط الدهون وعدة شغلات، يعني خلت أن الجراحة التجميلية تصير أكثر مطلوبة، خاصة أنه الإعلام ساهم بإدخال هالخبر لكل منزل. والناس صارت أكثر تهتم بشكلها. الصفات أو المواصفات اللي بدها تكون بجراحة التجميل، أول شيء بده يعرف حاله أنه هو طبيب وحالف قسم، بده ينظر للإنسان مع أنه التجميل منه مرض بس بده ينظر له كبيشنت، كمريض جاي لعنده ويكون صادق معه بكل شيء يعني. نعم. بده يكون عنده نظرة فنية، نظرة طبيعية ومتكاملة لهالشخص هيدا، ويحترم مبدأ كتير مهم أنه ممنوع نأذي وظائف الجسم من أجل التجميل. يعني ممنوع نعمل تجميل للأنف ونزع التنفس. للأسف بالوقت الحاضر عم نشوف أنه في جو كتير تجاري بجراحة بالتجميل بشكل عام، يعني إضافة إلى عدم وجود الرقابة الكاملة على الناس اللي عم بيمارسوها. ولكن النزوة التجارية والربح السريع واعتبار الإنسان كسلعة أكثر من هو كمريض أو إنسان بدك تودي له خدمة عم بيخلي هالشي إنه ينتشر بالمجتمعنا. أنا برفض أعمل عملية ما بتعطي نتيجة ما إلى سبب. أي عملية بتنجح بده يكون عندها شرطين مهمين. أول شيء الانديكيشن، السبب موجود. يعني إذا حكينا عن الوجه، تراحل يكون فيه بالجلد بنعمل شد وجه. بس إذا هي وبتي جاي تعمل شد وجه وما في تراحل بوجه، كيف بدك تشدي شيء منه هابط؟ فأنا بفتخر بهالشيء وبكل جرأة بقول لا مش لازم يكون العالم تعرف هالشيء. وتاني شغلة، السبب التاني لتنجح العملية بده يكون شغل مزبوط ومثل up to date يعني متطور. هذا الشيء بيعطي بأمن الظروف إنها تكون العملية ناجحة 100%. وبتبقى نصيحة للشباب اللبناني، نصيحة من القلب وعن خبرة عمر. ما ينسوا بلدهم ولا ينسوا جذورهم ولا أهلهم
ما ينسوا انه هالبلد هذا عنده تاريخ كبير حضاري بالإنسانية كلها، على مستوى الإنسانية كلها. يعني لك نصيحة كبيرة انك تقدري تطلبي من شخص انه يبقى ببلد ما عم يقدر هو فيه يتقدم لحظة ولا يأمن حياته، ما مأمن حتى انه يكون بيرجع عبيته بأمان. ما في انا اقول للشباب انه ضلوا بلبنان من اجل لبنان، بدو يهاجروا اكيد بدو يهاجروا، بدو يدوروا على حياة افضل ببلاد افضل. ومثل ما بقولوا اللبناني وين ما يروح بيكون نصه برا ونصه بلبنان. إطلالتنا بهالحلقة على اللبنانيين بقطر منتهت، وربما يحتاج هالحضور المتنوع والبناء حلقات وحلقات. المشوار ما خلص بعد في كتير قصص وكتير نجاحات وكتير أخبار عن حضور مضوى الدنيا، عن تجارب ما بتشبه إلا حالة وإلا صناعها. ودايما منقول كل تجربة تستحق أن تروى، وكل حكاية نجاح قد تكون حافز لكتار. نتمنى تتواصلوا معنا دايما على كل مواقع التواصل الاجتماعي الوردة أسفل الشاشة. كل اللي عم يشوفونا مدعوين وين ما كانوا بالعالم يصوروا فيديو 10 ثواني بالموبايل قدام معلم سياحي بالبلد اللي أنتوا فيه، وجملة بتعبروا فيها عن محبتكم للبنان، وطبعا تذكروا عبارة لبنان بالدنيا. وما تنسوا تعملوا لنا فولو على صفحتنا على الإنستغرام، ورح نختار بنهاية الموسم رابح رح يصل على تذكرة سفر لشخص لزيارة لبنان. لكم كل تحيات ريميال نعمي وفريق البرنامج. إلى اللقاء.